بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. وهنفضل نصحى كل يوم جديد بتطلع عليه شمس، طالما في القلب دقات وفي العمر لسه فاضل ان شاء الله حتى ساعات. ملناش اي اختيار تاني غير شغل وضحك في وش بعض بعد ما الحزن خد مننا رقات. ما عندناش اي حلول على ارض الواقع، ولا عندنا تصور ولا خطة لمواجهة الازمات. فالحين بس في الرغي على الفضائيات، وبعد ما المصيبة تحصل كله يجري على أوض الاجتماعات. يا بلد ضحكها اختلط بعياطها وتغير شكلها الوحدة وحشة بعد ما كانت حلوة الحلوات. عاوزين منها ايه تاني بعد ما الغلب بقى قدرها، وكل ما تبدأ تقف وتصلب طولها نشدها لورا ونضحضرها. طب هم خربوها وقعدوا على تلها، نقوم احنا بدل ما نشيل طينتهم نزود بلها. مش كفاية ساكتة ومستحملة وشايفة اللي عمالين يشدوا فيها ويقطعوا في لحمها، وكأنها فريسة والكل عاوز ياكل منها حتة بدل ما يحافظ عليها ويلمها. بدل ما نحضنها ونضمها نجيب سكاكين ونسيح دمها. ينفع كده تشمتوا فينا العدا؟ هي المشرحة ناقصة قتلة، ولا البلد ناقصة شهداء، ولا قلوبنا كانت بردت من حرقتنا على ولادنا قبل كده؟ والكل قاعد يالا العجب بيضرب كف على كف ويقول مين السبب. دي لا مؤاخذة، قلة إيمان وقلة رباية وقلة أدب. أيوة، لما نموت في بعضنا تبقى قلة أدب، لما نخلص علينا بنفسنا وبإيدينا ومننا فينا يبقى قمة الغلط، تبقى قمة العبط لما نخلي صورتنا إننا شوية بلطجية وشوية لبط. ولا قانون طوارئ نفع ولا زبط ولا ربط. الربط لازم يكون مننا بدافع الخوف على أولادنا على بلدنا، بدافع حبنا مش كرهنا. الربط والزبط مش هيجي غير لما نبطل نتخانق على واحد قد جدنا، لا نفعنا قبل كده ولا هينفعنا لما نروح في داهية كلنا. الربط والزبط مش هيجي غير لما نركز في ولادنا وبلدنا وأمننا، وسيبونا بقى من تصنيف البشر على مزاج أهلنا، فلول ولا إخوان ولا مسيحي ولا مسلم، وده مننا وده مش مننا. كلنا مننا فينا وعلى بعضنا، ما تعرفش تفرقنا ولا تخرجنا منها ولا تحطنا. بلدنا كلنا إحنا على قلبها وهي على قلبنا. يبقى نعيش بقى، كفايانا جنازات، كفايانا شباب مات. والسادة المسؤولين من فضلكم، عاوزين شغل على أرض الواقع بس من غير تصريحات. بعد الفاصل هنبدأ حلقتنا عادي خالص، وهنتكلم عن فوائد النشويات مع دكتور ماجد زيتون، استشاري التخلص من السمنة. بس